بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه، وسلم تسليمًا كثيرًا. فحياكن الله جميعًا أيتها الأخوات الفضليات. وكلمتي لهذا اللقاء تحت عنوان شروط العمل الصالح وعلامات القبول. نعم، ما هو العمل الصالح؟ هو العمل الذي يرضاه الله عز وجل، ينبغي أن يتحقق فيه شرطان، وهو الإخلاص والصواب. قال الفضيل بن عياض عندما سئل عن العمل الصالح قال: أخلصه وأصوبه. أن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبله الله، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبله الله، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص الذي يريد به وجه الله، والصواب أن يكون على السنة. العمل الصالح من سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، بما في ذلك العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك. ولا يكون العمل صالحاً إلا بتوافر شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الكسب الحلال. وما ينبغي على كل مسلم أن يعلمه هو أن كل عمل صالح يؤديه وتقرب وعبادة لله عز وجل. والعبادة كما عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو المفهوم الصحيح للعبادة التي خلق الإنسان من أجلها. والعمل الصالح قرين الإيمان في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم، فالتوفيق للعمل الصالح نعمة عظيمة، ولكن هذه النعمة لا تتم إلا بنعمة أخرى أعظم منها، وهي نعمة القبول. ولقد كان السلف يهتمون بقبول الأعمال اهتماماً خاصاً ربما يزيد عن اهتمامهم بالعمل نفسه. فما قيمة العمل إذا رد على صاحبه أو لم يفتح له باب القبول من الله سبحانه وتعالى؟ فعن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وإذا علم العبد أن كثيراً من الأعمال ترد على صاحبها لأسباب كثيرة، كان أهم ما يهمه معرفة علامات القبول. إذن فما هي هذه العلامات؟ أولاً، عدم الرجوع إلى الذنب. فإذا كره العبد الذنوب وكره أن يعود إليها فليعلم أنه مقبول. وإذا تذكر الذنب حزن وندم وانعصر قلبه من الحسرة فقد قبلت توبته، لأن الرجوع إلى الذنب علامة مقت وخسران. وكذلك الزيادة في الطاعة. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن فضله أنه يكرم عبده إذا فعل حسنة وأخلص فيها لله، أنه يفتح له بابا إلى حسنة أخرى ليزيده منه قربا. سبحان الله، إذا قبل الله منك الطاعة يسر لك الأخرى لم تكن في الحسبان، بل وأبعدك عن معاصيه ولو اقتربت منها. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكذلك الثبات على الطاعة،
فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الأعمال الصالحة. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. كذلك حب الطاعة والاطمئنان إليها، كما وصف الله عباده المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما من الأيام فيقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيسأل: من اتبع اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يبشر بالجنة وهو لا يزال يمشي على وجه الأرض، ومن الذي يبشره؟ إنه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إنه التسابق، إنه التنافس على الخيرات والطاعات. وبهذا ارتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجات العالية، فبشر بعضهم بالجنة من الصادق المصدوق وهو لا يزال يمشي على التراب ويعيش بين الناس. وكذلك من علامات قبول العمل نظر القلب إلى الآخرة، وأن يتذكر العبد موقفه بين يدي الله تعالى وسؤله إياه عما قدم، فيخافه من السؤال فيحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة. وكذلك الخوف والوجل من عدم قبول العمل، فالمؤمن من شدة إقباله على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، يعطي ويخشى ألا يقبل منه، ويتصدق ويخشى أن ترد عليه، يصوم ويخشى ألا يكتب له الأجر. نعم، ومن علامات القبول كثرة الدعاء والاستغفار بعد كل طاعة، بمعنى أن كل عمل تعمله تطلب من الله فيه التوفيق والسداد وتستغفر الله بعد العمل. ولذلك جعل الله بعد كل عبادة دعاء واستغفار جبرا للخلل الذي حدث في هذه العبادة. ثم كذلك طهارة القلب من البغضاء والشحناء، بمعنى أنك تصلي وتصوم وتخشع لله عز وجل، ولكن القلب مملوء بالنفاق والشحناء والخصام والعداوة والبغضاء، فلا يقبل عملك عند الله وتكون أعمالك كلها هباء منثورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الحياة في الأعمال الصالحة، تكون زادا لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.